ما معنى الدعاء الذي نقول فيه اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا مجمع علمنا؟ ما هو المعنى لهذه الدعاء؟ هل الطلب المبالغ في العلم الذي نراه حاليا؟ لم أفهم هذا المعنى لهذا الدعاء. طيب. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. طيب تسمعين إجابة أختي أم ياسمين، شكرا لك. صاحب الفضيلة الأخت أم ياسمين من الجزائر سألت عن الدعاء، عن دعاء الإنسان بقوله اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، ماذا يقصد به وأي علم هذا؟ هذا جزء من الدعاء النبوي، هو ما جاء في حديث ابن عمر وهو الذي ذكرته شيئا منه قبل قليل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا من، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا الدعاء النبوي معناه أي لا تجعل الدنيا هي الغاية التي نسعى إليها والتي نحصر طلبنا ومعرفتنا وهمنا فيها. فمبلغ علمنا، مبلغ الشيء هو منتهاه وغايته. فعندما قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي ولا نهاية ما نعلمه، بل اجعل الآخرة هي علمنا وهي ما نطلبه ونسعى إلى إدراكه. نعم أحسن الله إليكم. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.